السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان الدرس: مرثية نواح للشروق الجديد. عرب 311 من الأدب العالمي. الأهداف التعليمية: أن يحدد الطالب الأفكار الرئيسية في النص، أن يحلل الطالب النص وفق مستوياته المعجمية والتركيبية والبلاغية، أن يوظف الطالب الأساليب الجديدة في تواصله الكتابي. تعد القصيدة من أشهر قصائد الشاعرة إيديث سيتويل، والقصيدة تعكس حال البشرية بعد أن ضربت هيروشيما اليابانية بالقنبلة الذرية في أثناء الحرب العالمية الثانية، وما حل بالبشرية من إحباط تام لسقوط القيم الإنسانية. جنس النص: شعر. النمط الكتابي: وصف يغتني بالتأمل. ينقسم النص إلى مقطعين: المقطع الأول تأملات في الشر والموت، المقطع الثاني موت قلب الإنسان. أما الحقول المعجمية: حقل الشر والموت. الألفاظ هي: قاتلة، قابيل، قاتل، نيرون، عمياء، ضاع، مزق، المجاعة، الدمع. حقل الخير، الصليب، الأم، الشاعرة، الأرض. تبرز الضمائر الصراع بين الخير والشر. حدد الضمائر وعلى من تعود في المقطع. ضمائر الخير: أنا، الشاعرة، هي، الأم والأرض، هو، المسيح واللص. أما ضمير الشر هو قابيل ونيرون. حدد الجمل الخبرية في المقطع الأول وبين دلالتها. الجمل الخبرية: معلقة على قلبي، مسمرة على قلبي، شبح قلب الإنسان،
موت أمه الأرض. كل الأشياء سواء. الدلالة إظهار التحسر وبيان مقدار عذاب الإنسان خلال الحرب العالمية الثانية. بين دلالة تقديم الحال على عامله قول في قول الشاعرة. معلقة على قلبي، مسمرة على قلبي. دلالة تقديم الحال معلقة مسمرة. على عامله لفت الانتباه ولإبراز معاناة الشاعرة. غلبت ألفاظ معجم الشر على ألفاظ معجم الخير في مقطع وصف ضرب هيروشيما بالقنبلة الذرية. استخرج الألفاظ الدالة على ذلك. معجم الخير: آمنة، عشاق، طفل، صباح، النور، ينابيع. معجم الشر: انفجر، الإشعاع، المقتولة، الأطماع، قذارة، زلزلة، الشهوات، عبء، ماتت، سوداء، حقد، العمي. تنوعت الجمل الفعلية والإسمية في المقطع الثاني من القصيدة. دلل على ذلك وبين وظيفتها. الجمل الفعلية: انفجر الإشعاع، زلزل السماء، اعتصر جذوع كل ما ينمو، شرب النخاع، الوظيفة بث الحركة في المشهد الموصوف، الجمل الإسمية: النخاع في عظامنا، الدم في العروق، العيون التي رأت كلها ماتت، الأحياء العمي والموتى المبصرون. أما الوظيفة تثبيت مشاهد الموت وتفصيل السرد.
حدد الاستعارة من المقطع وبين وظيفتها. الاستعارة: الرعد يكذب، مات قلب الإنسان، القذارة في قلب الإنسان تكدس. الوظيفة: التشخيص وبيان مقدار الدمار والخراب. استخرج التشبيه من المقطع وبين وظيفته الفنية. التشبيه: كالنور الرباني طفلا، سوداء كالرعد. الوظيفة الفنية: إظهار معنوي في صورة مادية محسوسة. انتهى الدرس، نتمنى لكم التوفيق.